عليكم. ما كاينش فينا اللي ما شافش الخطاب الملكي الاخير وما تارش الانتباه ديالو هاد الجمله وتثبيت الامور بمسمياتها دون مجامله او تنميق، واعتماد حلول مبتكره وشجاعه حتى وان اقتضى الامر الخروج من الطرق المعتاده او احداث زلزال سياسي. برلمانا وحكومه ومنتخبين، فانتم مسؤولون امام الله وامام الشعب وامام الملك عن الوضع الذي تعرفه البلاد. باش كيساليو معايا المسؤولين ديالنا، هو اون فوا كيسالي الخطاب الملكي كيتسابقوا على التصريحات الاعلاميه باش يلصقها في شي. في الاخر كنلقاوهم كاملين صرحوا، كتشوف من بعيد كيجيب لك الله بحال الخطاب موجه للمسؤولين ديال الهند وراس. زيدي ملي كتصرحوا صرحوا لينا بالممتلكات ديالكم، نعرفوا شنو عندكم هنا وهنا و... ها ولا حادقينا في فقاص كيفاش ديالنا هما تاع ابو غزال بالصحه والراحه. أعطيهم 1000 ريال الواحد. هي محطة جديدة بتصور جديد بمفهوم جديد ونموذج اقتصادي جديد باش نبنيو هذا النموذج الجديد جديد جديد. ما هذا الشعر الجديد؟ ربط المسؤولية بالمحاسبة والعمل على تقوية الثقة. ما تقلعوش ليه الميكرو راه غابوها لي. هو خطاب قوي، خطاب تاريخي، خطاب كذلك وضع الأصبع على مكامن الخلل. يخرب بيت أدائك، مش ممكن. برافو. الحمد لله اليوم حصريا في برنامج ديالنا نعلنها في وجه المنتقدين ديال السيد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني. الناس اللي كيقولوا ما كيهضرش، الناس اللي كيقولوا ما كيدويش، ما كيتحركش، ما كيديرش تصريحات، وها هو اليوم أهضر من بعد الخطاب الملكي ودوا. واسمع صاحبي. استمعنا جميعا الى الخطاب الملكي اللي عطى واحد مجموعه ديال التوجهات اللي تكون يعني واسمحوا لينا وصافي، راه باقي في الروداج ان شاء الله الحلقه الجايه راه غيديماري كونوا هاني غيهضر. هذه رسالة لكل سياسي ديالنا، أختي السياسية، أخي السياسي، كفانا استهتارا، الله يجازيكم بخير. هذه المرة من يكون شي خطاب سدوا هذا الودن، باش لا دخلت الهضرة من هذا الودن ما تخرجش من الأخرى، تبقى في الراس يا ولاد الناس. عجبتني يا تبقى في الراس يا ولاد الناس. أوه يا السياسة. واش باطمه ولا ماشي باطمه؟ ها باطمه ولا ماشي باطمه؟ ديما كنحطها دنيا باطمه كنعطيها قفله. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. الحكومة ديالنا مؤخرا دارت واحد استطلاع فيسبوكي ولقات بانه ان شاء الله الرحمن الرحيم الى تاهلنا الكوب دي موند ديال روسيا كاع الشباب ديال المغربي غادي يمشيو لروسيا باش يتزوجوا باش يتفرجوا ويشجعوا المنتخب ديالنا، ولكن هي ما بغاتش، حنات قلبها ناض عليها ما بغاتناش نمشيو، هي تحلف وحنا نحلفوا، هي تحلف وحنا نحلفوا. في الاخر شداتنا هنا ان شاء الله الرحمن الرحيم وزادت علينا 200 درهم في التامبر ديال الباسبور بوصلات حتى ل 500 درهم. شتي على حنان كي داير؟ هذا هو الحنان ولا فعلا. ومنين حنيتي زعما حنا الباسبور ما كندخلوا به حتى الدوله، وكون ضربتي 17 مليار واخا ندخلوا بها حد السوالم. لا ندخلوا سوق راسنا.
عطيوني فيزا وباسبور من كازا المرسي ويما ديالي راه توجور على بال ما ننسى شي. مؤخرا بداو حملات ديال تحرير الملك عمومي بزاف ديال المدن المغربيه. مزيان لحد الان مزيان، ولكن اللي ما مزيانش هو تجي لمدينه وحده تلقى جوج مقاطعات، وحده كدير تحرير الملك عمومي وحده حداها ما كديرش تحرير الملك عمومي. علاش؟ لان الحب خلق الذكر والانثى. أسيدي السلام عليكم، وأنا من هذا المنبر كواحد من أصحاب مقاهي معايا مقهى عصافير زناتي كنندد كنقول للدولة بأننا بغيتو تحيدوا الملك العمومي حيدوا وتحروه، ولكن تعرفوا واحد النقطة مهمة، حنا راه كنا دايرين في الدولة خير، غنجيك من الآخر، الشارع اللي قدامنا كانوا يريحوا فيه عصابات، الناس فيطاليين، قلنا نديروا لا تيراش الناس تريح القهوة، بلاصة ما تريح في الدس. ها بنادم يريح في قهوه مكوانسي يتفرج ويشرب قهوه لطاليان اي حاجه بغا، ماشي باش بنادم يجي يفرض على كناتو لحق راه نحيدو ليكم. حيدو حنا بالنا حنا راه دايرين فيكم خير، وحق قال لك ديج من هنا ممر ديال العموم الرجالين فين غايديهم كاع عندهم الخلا وغايد كريشاو، وها حنا غنوليو فزير وكريشاو، هادشي اللي بغيتو. بغيت حيدوا المقهى حيدوه، انا اصلا بقات لي الطاليان نشربها وغنمشي ومسوسه، علاش ما درتوش السكر؟ ودردك دردك الحمد لله دردك مشى بعيد عندنا في البلاد، ولات نسبه استهلاك دردك اكبر من نسبه البطاله. لا لا صدقني البطاله اكبر باش نكونوا صريحين، ولاني تا دردك اعرض. انا كنصحهم بعدو من السم ديال دردك اللي بيطول عليه الست ده ما يبقاوش بحال بقر علال فاني درام خرجينو البقر المغشوش، وانا ما فهمت القالب حتى اللي عطى الله عطاه. اللي عدى البنات كاع ما تبقى تشرب داك دردك، هذاك الشيء غير السم، لان سام الدار هي اللي ما يبقاوش يتلاحوا لشي حاجه ما كيعرفوش ليها. ما تعرفوا كي ما تعرفوا الضحك وما تعرفوا تشطحوا وما تعرفوا تلوزوا ما تعرفوا تجدوا حتى حاجه. وكيقولوا بان دردك كتجي من تركيا بحرا مرورا بموريطانيا برا باش توصل عندنا في الاخير. ياك تركيا ياك اختي ياك، هادشي اللي صرفنا فيك. صيفطي لنا المسلسلات قلنا ماشي مشكل، صيفطي لنا الروايح قلنا ماشي مشكل، مهند خلود ماشي مشكل، ولكن صيفطي لنا دردك ها؟ واش حنا ناقصين؟ ما حيتنا القرقوبي اللي كيجينا من جوايا اخرين كيجي للدراري كينفخ لهم الراس، زدتونا دردك كيجي للعيالات باش ينفخ لهم الراس. وشنو ندوزو في ناسيونال جيوغرافي الراس؟ بغيت حيدوها حيدوها.